عبر الخط الهاتفي ينضم إلي النائب دكتور أحمد أطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير. مساء الخير دكتور. يعني بين الفترة والأخرى ووسط الأحداث والتطورات المختلفة، اعتدنا أن نسمع مثل هذه الأصوات المتطرفة تهاجم وتحرض ضد شخصكم ومواقفكم. كيف تتعاملون دكتور أحمد هذه المرة مع هذه الدعوات بفتح تحقيق جنائي ضدكم؟ سخرية القدر أن من يطلق هذه الدعوة ضد التحريض هو رئيس كتلة الحزب الأكثر تحريضا، حزب بن غفير، ورئيسه أدين بتهمة الإرهاب والتحريض على الإرهاب، وهم أحد أعضائهم قال أنه يكون سعيدا عندما يرى حوارة تحترق. وهذا المطلب اللي قدمه كرويزلر ضد رئيس مجلس حورة وضدي هو بسبب موقفنا وموقف كل الجماهير العربية ضد الشرطة ورفض روايتها المضللة بعد أن قتلوا الدكتور محمد العصيبي شهيدا، ومطالبتنا بأن ينشروا الفيديوهات من عدة كاميرات موجودة هناك أو من كاميرات الشرطة التي فجأة اختفت، فجأة لا يوجد أي شيء. نعم أنا أشك في رواية الشرطة وأشكك بها كما هم كل المجتمع العربي، وأعتقد كثير من المجتمع اليهودي أيضا. ولذلك يعني أعتقد أنه هذه دعوة وشكوى كيدية وسياسية. دكتور، يعني على ماذا تدل دعوات من هذا النوع وملاحقة تصريحاتكم فيما يتعلق بتوجهات الطبقة السياسية في إسرائيل تجاه العرب، تجاه النواب العرب وكذلك القيادة العربية؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض لمثل هذه المطالبات أو التحقيق، ولكن في الأجواء الفاشية الموجودة هم لا يريدون أحدا منا أن يعترض على أفعال الشرطة، ونحن يجب أن نؤكد على حقنا وواجبنا في أن نظهر الحقيقة، وخاصة عندما تكون النتيجة هي زهق أرواح أبناء شعبنا واقتحامات المسجد الأقصى. وهذه القضية بالذات هم يحاولون طبطبة الحقيقة ونشر بالأمس مثلا أنه لقيوا دي أن اي على إيد المسدس. كان في عراق بالأيدي بين الشهيد محمد وبين الشرطي، وبطبيعة الحال هذا موجود. يعني أنا لا أستغرب، إحنا قلنا لهم مثلا فيشي آثار لإطلاق النار من ردة فعل المسدس على ملابس محمد، دليل أنه لم يطلق النار. رفضكم أن تعطوا العائلة أو الجمهور أشرطة الفيديو ما قبل موقع الحدث وما بعد موقع الحدث إذا بدعوا أنه فيش تصوير، هو الدليل على أن روايتهم كاذبة، ولذلك يرسلون هؤلاء للتحريض ضدنا. نعم، ومقابل هذه الدعوات دكتور أحمد أطيبي، ما هي الأدوات المتاحة لمواجهة مسارات من هذا النوع، مسارات التي تهدد النضال البرلماني العربي في الكنيسة؟ قد يكون هذا الأمر موجه ضد شخصكم في هذه المرة أيضا، ولكن بنظرة عامة دكتور، يعني التمثيل العربي في الكنيسة ملاحق ويتعرض للتحريض الدائم من قبل النواب المتطرفين على وجه الخصوص. نعم، وبالسنوات الماضية تحديدا طبعا هناك في اقتراح قانون لأوفير كاتس رئيس الائتلاف يسهل فيه شطب النواب والأحزاب العربية. هم لا يريدون نوابا من هذا النوع، هم يريدوا نوابا خنوعين ونحن بعيدون كل البعد عن ذلك. وأعود وأكرر تحديدا في هذه الأجواء الفاشية وأمام وزير أمن قومي مخرب أدين بالمحكمة بالإرهاب وأعضاء حزبه ووزراء فاشيين آخرين، يجب أن يرتفع صوتنا ونضالنا الميداني في كل مكان.
نعم، ونحن سنتابع معكم كل جديد. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، شكرا جزيلا.